السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في شرح برنامج الإكسل للمهندس المدني. المرة اللي فاتت اتكلمنا إزاي نعمل شيت حصر كميات، هنكمل النهاردة إزاي بقى نظبط الشيت. إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت دخلنا الدوال هنا، وقلنا بحيث لو دخلنا عند أي قاعدة، مثلا عندي هنا نموذج قاف 2، أول ما دخله البيانات اللي عندي مثلا لو كانت العدد متكرر 3 مرات، وعنده الطول 2 متر في متر و60 في تخانة مثلا 70 سنتي، قلنا هو بيحسب تلقائي. طيب أنا دخلت مثلا قاف 1 وقاف 2 وقاف 3 وقاف 8، دخلت 8 نماذج، المفروض إن أنا في الآخر عايز هنا الكمية الإجمالية بتاعة المقادير الإجمالية دي كلها، عشان أبقى كده عرفت مثلا كمية الخرسانة المسلحة في الأواعي. فأجي هنا أعمل الصف ده، هعمله إجمالي، هخلي ده إجمالي، وأجي هنا أنا عايز أجمع اللي فوق ده كله. طيب قبل ما أجمع أنا عايز الدالة دي، أنا هنا لو دخلت رقم هنا، لو دخلت هنا أي أرقام البرنامج مش هيحس بيها، هنا ما حسش بيها. ليه؟ لأن أنا ما مشيتلوش الدالة اللي أنا دخلتها لحد الآخر. طب عشان أمشيها لحد الآخر قلنا بالهاند فيل هنسحب لغاية تحت، أول ما سحبت لغاية تحت هتبص هنا هتلاقي الناتج اشتغل معاك. طيب الناتج ده ما سمعش هنا عشان انا ما سحبتش دي، هنا نفس الكلام بالهاند فيل اسحب لغايه الاخر. طيب انا ممكن هنا بدل ما اسحب لغايه الاخر مجرد ما اقف هنا وتظهر لي الصليبه اللي باللون الاسود ده، ممكن اضغط دبل كليك عليها هي برضو هتعمل نفس الكلام، لو ضغطت دبل كليك هو وصل معاك لغايه الاخر. طيب انا قلنا خلاص كده في اي صف من دول اقدر ادخل الكلام بتاعي، يعني لو جيت هنا قلت له مثلا قاف 9 وقلت له العدد كان 6 قواعد، الابعاد عندي 3 متر 3 متر 50 سنتي، هو تلقائي في اي مكان بدأ يجمع معاك. طيب قلنا احنا عايزين هنا الكمية الاجمالية كلها، الكمية الاجمالية كلها تيجي هنا. قلنا عندنا طريقتين، يا اما اعمل يساوي وبعدين صم افتح قوس واطلع اختار الكلام ده كله لغاية الاخر وبعدين اضغط انتر، هو قال لي الكمية الاجمالية كذا. طيب عندي طريقة تانية، عندي طريقة تانية، هقف هنا على الخلية وبعدين هاجي هنا فوق عند القايمة دي اللي اتكلمنا عليها قبل كده، وعندي هنا اوتو صم، يعني انا عايز اعمل جمع. احنا اتكلمنا على الخليه دي في درس قبل كده، قلنا فيها صم وافريج وكاونت، فهنا اول ما اضغط دبل كليك عليها هو تلقائي هيجمع لي الكلام هنا. فانا مجرد ان انا اقف هنا على الخليه واضغط هنا دبل كليك قال لك ان المجموع بتاعك كذا. طيب تمام. دلوقتي لو انا عايز الكتابه دي تكون بلون او تكون بشكل مايل بزاويه، انا هقف على الخليه دي عايزها بزاويه. لو بصيت على التاب اللي فوق هنا او على الايقونه اللي فوق هنا دي فيها الخيارات بتاعتك اللي ممكن تكون عليها شكل الكتابه، اضغط كده على اول خيار بدا يخلي الكتابه معاك بلون، يخلي الكتابه معاك بشكل مايل. هنا برضو بتختار الشكل اللي انت عايزه ايا ما يكون. هنا بقول لك مع او عكس عقارب الساعه، هنا لو بشكل فيرتيكال، هنا روتيت تكست اب. طيب انا عايزها بزاويه معينه، هنزل عند فورمات سيل اخر اختيار ده وادخله الزاويه اللي انا عايزها بيها، اقول له مثلا انا عايزها بزاويه 30 درجه، اول ما اضغط انتر هو خلاها بزاويه 30 درجه. تمام. لو جيت عندي بين الاعمال دي نعمل نفس الكلام، هاجي هنا اختار الشكل اللي انا عايزه او انزل تحت خالص وادخله الزاويه اللي انا عايزها، لو قلت له انا عايزها بزاويه 70 درجه هو تلقائي عملها بزاويه 70 درجه. هرجع اقول له لا خليها لي زاوية 35، خليها زاوية 35 درجة. فأنا بالطريقة دي أعرف أظبط شكل الكتابة بالميل أو بالزاوية اللي أنا عايزها. طيب أنا دلوقتي واحد يقول طب احنا دلوقتي شغالين بالعربي، يعني انا كاتب رقم البند وخرسانه مسلحه لزوم الاساسات وقاف واحد، ليه الكتابه دي انجليزي؟ الكتابه كلها انجليزي، انا عايز احول الكتابه دي كلها عربي. هقول لك علم على الكتابة دي كلها، علمت عليها على الأرقام، اضغط رايت كليك وتعال عندك على الخيار ده اللي هو فورمات سيل، اختاره وتعال هنا تحت اختار
رايت تو ليفت، يعني من اليمين للشمال. اول ما اضغط اوكي الكتابة كلها اتحولت عربي. طيب لو عايزها انجليزي نفس الكلام، كليك يمين فورمات سيل، خليها المرة دي ليفت تو رايت، اول ما اضغط اوكي اتحولت انجليزي. طيب لو انا عايز من هنا على طول من غير ما اضغط رايت كليك واعمل الكلام ده، اعلم على الكتابة وتعالى من التاب دي، عندك نفس الكلام اهو، ليفت تو رايت او رايت تو ليفت، بتقدر تختار الطريقة اللي انت شغال بيها سواء كانت عربي او انجليزي. طيب حاجة تانية، لو انا عايز اكبر الخلايا او الصفوف او الاعمدة، اتكلمنا قبل كده قلنا ان احنا بنقف كده على اي صف وبنسحب لفوق او لتحت، وكذلك الامر في الاعمدة، قلنا بنقف وبختار يمين او شمال بكبر. طب افرض انا عايز اكبر الشيت كله، انا عايز يعني الشيت ده انا عايز الخلايا دي كلها تكبر مع بعض، تبقى كلها تكبر بنسبة معينة، هاجي هنا من فيو واختار زوم، فعندك هنا زوم، هو بيقول لك ان هي عندك هنا 130%، لو خليتها 100% هتلاقي الكلام ده يصغر معاك، ده الديفولت بتاع البرنامج انها 100%. زوم تاني لو خليتها 200% هتلاقيها كبرت معاك بالشكل ده. طيب زوم تاني تقدر تدخل له الرقم اللي انت عايزه، انا والله انا عايزها مثلا 150، هضغط انتر لقيتها بالشكل ده. لغاية كده خلصنا النهاردة، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.